أصبح الانتقام أمراً شائعاً والرحمة شيئاً استثنائياً. ومع ذلك سأختار طريق الرحمة بالقيام بذلك. سيتم الإعفاء عني أيضاً لعدم قيامي بإنقاذ صديقي. كازويا، ما رأيك في العمل معي؟ كوتور. ماذا؟ تباً، إنه الشرير الأكبر. إذا كان الأمر كذلك فيجب ألا أدعه يهرب في المرة القادمة التي أقابله فيها. لأجل أصدقائي، لأجل العالم أجمع، علي إيقافه.